أما الإيمان فهو ليس مجرد فكرة تنطلق من العقل لينفتح لها القلب، ولكنها فكرة تتعمق في الذات. أن يكون الإيمان عقلا من عقلك، وقلبا من قلبك، وإحساسا من إحساسك، وكلمة تنطق بها بلسانك، ولست مؤمنا إذا اكتفيت بذلك، ولكن أن يكون هناك دليل على هذا الإيمان. ودليل الإيمان أن تكون عيناك مؤمنتين، فلا تنظران إلا إلى ما أحل الله، ولا تتحركان إلا من خلال المعرفة التي تطوف في آفاق الله. تكون أذناك مؤمنتين، لا تسمعان إلا ما أحل الله، ولا تتخذان طاقة السمع إلا من أجل معرفة يمكن لها أن تغني عقلك عندما يتحول السمع إلى فوهة تطل على عقلك. وهكذا أن يكون لسانك مؤمنا فلا ينطق إلا بالحق، وأن تكون يداك مؤمنتين فلا تتحركان إلا بما أحل الله، وأن تكون رجلاك مؤمنتين فلا تنطلقان إلا في الدروب التي يرضاها الله، وأن يكون كل جسدك مؤمنا فيما تأكل بأن يكون حلالا، وفيما تشرب بأن يكون حلالا، وفيما تستلذ بأن تكون شهواتك من حلال، وفيما تلعب وتلهو أن يكون لهوك حلالا ولعبك حلالا. وتستمر المسألة لتمتد في مواقفك، أن تكون مواقفك عندما تؤيد وعندما ترفض، أن تكون مواقفك صورة لإيمانك، فلا تقف أي موقف تأييد إلا إذا كان الإيمان ينسجم مع هذا الموقف، ولا تقف موقف رفض إلا إذا كان الإيمان يتطلب منك ذلك. أن تكون مؤمن العقل والقلب والإحساس والشعور والحركة، لأن ذلك هو الدليل على إيمانك. وهذا ما تحدث به الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه، أنه قالوا له إن هناك من يقول إننا نرجو الجنة ونخاف من النار. قال: كذبوا، ليسوا براجين ولا خائفين، من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. فالذين يتهجمون على ما يدخلهم النار كيف يقولون إننا نخاف النار؟ والذين يبتعدون عما يؤدي بهم إلى الجنة كيف يقولون إننا نرجو الجنة؟ هذه الكلمة التي تؤكد الإيمان على أساس أن يكون كل كيانك، وأن لا يكون مجرد خطرات في الفكر ونبضات في القلب وبعض ما تلم به من هنا وهناك.